بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد واللي تعلقنا طبعا بمكون الجغرافيا القسم الخامس ابتدائي. إذا المرجع هو المفيد في الاجتماعيات. نشرح على بركة الله. عندنا هنا مشاكل بيئية بوطني، التصحر والتلوث ومشكل الماء. نعم، إذا عن ثلاث ظواهر: التصحر، التلوث ومشكل الماء. أهداف تعلماتي: أتعرف معنى مشكل بيئي عبر أمثلة هي التلوث، التصحر ونقص الماء. أستنتج آثار المشاكل البيئية وأناقشها مع زملائي. أناقش حلولا وأتبنى سلوكات إيجابية تجاه المشاكل البيئية، طبعا كمثال استراتيجية الجيل الأخضر نموذجا. أمهد طبعا لتعلماتي. يستغل الإنسان في محيطه ثلاثة مكونات أساسية تشكل طبعا حياته، اللي هي طبعا الهواء والأرض والماء، وكلها معرضة لخطر التلوث والتصحر ونقص الموارد المائية. نعم، فما معنى مشكل بيئي؟ ما أثر المشاكل البيئية؟ كيف أناقشها مع زملائي في الفصل الدراسي؟ وما اقتراحات الحلول والسلوكات الإيجابية للمساهمة في للحد منها؟ نعم، إذا نشرع على بركة الله النشاط الأول. نعم، ها هو. نعم، النشاط الأول كما ترون. نعم، النشاط الأول: أتعرف معنى مشكل بيئي عبر أمثلة التلوث، التصحر، نقص الماء. لاحظوا، أتبين بعض مظاهر التلوث والتصحر. ها مظاهر التلوث. نعم، هنا التلوث طبعا التربة، وهنا التلوث المياه، وهنا طبعا تلوث، هنا في الصورة هذه تلوث الهواء. نعم، تلوث الهواء. بالنسبة للصورة الثانية حتى تبدو واضحة، نعلوها شوية. هنا طبعا نلاحظ طبعا ضعف ديال الإنتاجية الماشية، تراجع الكلاء، عدم وجود مراعي. هنا طبعا عدم وجود غطاء نباتي، وهنا طبعا يتبين ندرة أو مشكل نقص الماء، ندرة المياه أو انعدامها. إذا سنرى الأسئلة. عندنا السؤال الأول يقول: أتعرف، نعم، ألاحظ الصور الوثيقة واحد واثنان هما هذو، وأتعرف موضوعه. نعم، أستخرج من كل صورة من الصور ألف وباء وجيم لكنا مظهر التلوث الذي تمثله. نعم، سنرى. إذا بالنسبة للأولى، هذه الصورة هذه فقط ألف سميتها، عندنا تلوث طبعا التربة. بالنسبة للصورة باء، هنا تلوث المياه، وهنا بالنسبة للجيم تلوث الهواء. تلوث الهواء، نعم، تلوث الهواء. ها هي كتبان لكم ياك. هنا هذه النقطة هي تلوث، تلوث هنا تلوث الهواء. بالنسبة طبعا الصورة هنا قلنا أعرف التلوث وأستعين بفقرة طبعا أنمي معجم هذا التلوث. نعم، فطبعا التلوث هو ارتفاع كمية المواد بأشكالها الغازية أو السائلة أو الصلبة ذات تأثير سلبي على البيئة أو الكائن الحي. هذا تعريف التلوث هو عندكم هنايا. نعم، إذا ارتفاع كمية المواد بأشكال سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة، طبعا اللي عندها تأثير سلبي على البيئة والكائنات الحية. نعم، احنا عرفنا هذا. أصفوا المشهد في كل صورة، هذوما سنصفوا هذوما. نعم، فبالنسبة لهذا المشهد الأول في الوثيقة اثنان، إذا هنا كيتبين لنا طبعا عدم، نعم، عدم وجود مراعي. نعم، مراعين طبعا. ثم يعني بالتالي يكون عندنا هنا ضعف الإنتاجية، ضعف الإنتاجية طبعا اللحوم. الصورة الثانية ب يعني هنا كاينه عدم وجود غطاء نباتي، عدم وجود الغطاء النباتي، الغطاء النباتي تما هنا إذا بسبب التصحر. ثم هنا عندنا ندرة أو قلة المياه، مشكل الماء، ندرة المياه. نعم، ندرة المياه أو طبعا قلة المياه. نعم، إذا نمر إلى السؤال. أعرف بظاهرتي الجفاف والتصحر طبعا اعتمادا على فقرة أنمي معجمي. ها هو. نعم، عندنا هنا تعريف ديال الجفاف اللي هو طبعا ندرة المياه أو انعدامها تماما، والتصحر امتداد المناظر الصحراوية في مناطق شاسعة، يعني امتداد الرمال في مناطق
شاسعة. نعم نعم هنا السؤال: الصخر ثم يترتب على التلوث والتصحر من النتائج السلبية. إذا شنا هي النتائج السلبية ديال؟ نعم، أولا كاينه انتشار العديد من الأمراض، انتشار العديد من طبعا الأمراض، اختناق، نعم هي اختناق، وموت العديد من الكائنات الحية، وموت العديد من الكائنات، طبعا الكائنات الحية لا تعيش في بيئة الكائنات الحية. طبعا التأثير السلبي، تأثير سلبي على البيئة المائية، وطبعا تاع التربة. كاينة ثاني تآكل وانجراف، طبعا التربة تآكل وانجراف التربة. ثم القضاء على الغطاء النباتي، القضاء على الغطاء، نعم كنزرب شويه الكتابة، الغطاء النباتي، القضاء على الغطاء النباتي. نعم ها هي بعض السلبيات ديال التأثير ديال التصحر والجفاف، هي اللي بغي ينقلهم ويقيدهم عنده. نعم إذا عندنا ننتقل إلى هذا النشاط، مشكل نقص الماء، يعني مظاهر نقص الماء. لاحظوا هنا مجموعة من الأشخاص يقومون بنقل الماء طبعا من الماء إلى طبعا البعد. هنا مشكل نقص الماء، يعني عدم وجود الماء هو السبب الذي يجعل هؤلاء ينقلون أو يجلبون الماء من أماكن بعيدة. هذا صهريج، يعني يزود طبعا الساكنة بالماء، وهذا دليل على نقص كبير في هذه المنطقة. إذا هنا أصف المشهد في كل صورة، والمشكل الذي يعاني منه الساكنة هو طبعا نقص الماء، نقص الماء. إذا المشكل هو نقص الماء. وطبعا الصورة الأولى أشخاص يجلبون الماء، يجلبون الماء من أماكن بعيدة، أماكن طبعا بعيدة. وهنا عندنا هذه الشاحنة بها صهريج، هذا الصهريج يعني يزود الساكنة، يزود الساكنة طبعا بالماء. هذا مظهر من مظاهر النقص الموجود في هذه المنطقة. أستخلص بعض النتائج السلبية المترتبة عند مشكل نقص الماء. إذا المشكل النتائج ديالو السلبية، كاين أول حاجة التأثير على المحاصيل الزراعية، تأثير على المحاصيل الزراعية الأولى. ثم التأثير على صحة المشي، التأثير على صحة المشية، نعم الغطاء النباتي، طبعا هيكون ضعف الإنتاجية. ثم التأثير على، إذا يكون عندنا عدم سد حاجات السكان الغذائية، حاجات السكان الغذائية، هذا الشيء هذا يؤدي كذلك إلى، هو يؤدي إلى الهجرة إلى المدينة، الهجرة. إذا هذا النقص ديال الماء يسبب في طبعا الهجرة، وطبعا تقليص عدد فرص الشغل. إذا هنا نشاط ثاني: أستنتج آثار المشاكل البيئية وأناقش مع زملائي. المشاكل البيئية وآثار الكائنات الحية، خصنا نعرفوا هذه المشاكل. كاين عندنا التلوث، التصحر، ونقص الماء. هذه مشاكل بيئية، التلوث اللي هي شرعت الدولة في خلق منظومات تدوير وتثمين النفايات طبعا، وتشمل النفايات البلاستيكية والبطاريات المستخدمة ونفايات الأجهزة الإلكترونية والزيوت وغيرها. إذا عندنا المشكل البيئي اللي هو التلوث. ثم عندنا التصحر، يعتبر المغرب من البلدان المهددة بالتصحر، زحف الرمال، فمناخه غير مستقر، كما أن نسبة كبيرة من أراضيه قاحلة إلى شبه قاحلة. ومن بين العوامل المفاقمة للتصحر هي التغيرات المناخية، التغيرات المناخية، نعم عقلنا. نقص الماء. من أجل مواجهة الظروف الصعبة للموارد المائية، وضعت وزارة الفلاحة مخططا لاقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية، وتثمينه في الفلاحة السقوية، نعم. إذا هذه مشاكل الثلاث، وطبعا الآثار ديالها، لكن مشكل بيئي، التلوث، التصحر، نقص الماء، وعند آثار طبعا سلبية على الكائنات الحية. هنا تبين خطوات مناقشة آثار المشاكل البيئية الوطني. هالخطوات اللي خصنا نكونوا: تحديد الموضوع، تصنيف المشاكل حسب نوعيتها، تناقش آثار كل نوع من هذه المشاكل، تخرج بخلاصات واستنتاجات، تقترح بعض الحلول طبعا الممكنة. إذا نبدأ من العمل في مجموعة من 3 إلى 4 أشخاص متعلمين، بتوجيه طبعا من الأستاذ، ونستثمر معطيات الخطط اللي ما قلنا.
إذا للصبغة متبعين الخطوات ديال هذه الخمسة هذه. أولا تحديد الموضوع، تصنف المشاكل اجتماعية اقتصادية طبعا أو بيئية، نناقش أثر كل من عملها ونخرج بخلاصات واقترح بعض الحلول. إذا عندنا بغينا نصغبوا هذه، أول حاجة خصنا كما قلنا الموضوع، نعم موضوع المشكل. إذا عندنا موضوع المشكل، تحديد الموضوع، موضوع المشكل نعم، اللي هو مثلا نقص الماء، نقص الماء نظرا لأهمية هذا الموضوع على شنو الماء. طبعا من مورا التصنيف ديالو حسب تصنيفه طبعا المشاكل نعم حسب نوعيتها. إذا عندنا مشاكل طبعا كتتعلق اجتماعية، ثم عندنا مشاكل اقتصادية، ثم عندنا مشاكل كتتعلق بالبيئة، بيئية نعم. فالمشاكل الاجتماعية طبعا كيكون عندنا انتشار الأمراض، انتشار الأمراض هذه مشكل اجتماعي، طبعا كيؤدي إلى الهجرة وكتولي البطالة يعني ما كتوليش فرص شغل. اقتصادية غيكون عندنا ضعف الإنتاج، نعم ضعف الإنتاج، وهذا ضعف الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يعني كيولي صعوبة العيش. ثم بيئية، القضاء على الغطاء النباتي، القضاء هنا القضاء على الغطاء طبعا النباتي طبعا. ثم فقدان التنوع البيولوجي، فقدان التنوع طبعا للكائنات، التنوع البيولوجي نعم، يعني انقراض بعض الحيوانات، انقراض طبعا بعض الحيوانات بسبب مشكل نقص الماء، بعض الحيوانات نعم. طبعا نناقش الآثار ديالها، الآثار ديالها هو اللي قلنا سلبي. نخرج بخلاصات واستنتاجات، يعني الخلاصة هو أن أهمية ودور نعم، أهمية ودور الماء طبعا في الحفاظ على التوازن البيئي. وطبعا الخلاصة هو أن كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء. نقترح بعض الحلول، أولا يمكن الحلول ترشيد نعم استعمال الماء ودخول هنا في سير الإعلام وكل شيء، ديما نوجه الناس على استعمال الماء. كاينه تحلية، تحلية الماء يعني ديال البحر هذا طبعا، تحلية الماء وترشيد استعمال طبعا الماء. هذه بعض الحلول طبعا الممكنة نعم. إذا هنا النشاط ثلاثة، نناقش حلولا ونتبنى سلوكات إيجابية تجاه المشاكل البيئية. كما قلنا المشاكل كاينة، مشكل نقص الماء، التلوث والتصحر. استراتيجية الجيل الأخضر نموذجا، أكتشف نموذجا للحلول الوطنية لمواجهة المشاكل البيئية. نعم الملك محمد السادس يدشن انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر 13 فبراير 2020، وقع طبعا حديثة هنا بعض أنشطة الشباب في الفلاحة. لاحظوا محمد السادس يدشن انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، وهنا الجيل الأخضر هما استراتيجية تهم بالشباب نعم، في الجني وفي رش بالمويدات وطبعا القيام بأنشطة فلاحية. أول حاجة ألاحظ الصورة وأتعرف موضوعهما. الموضوع ديال الأولى تدشين من طرف محمد السادس لانطلاق استراتيجية الخضر، والثانية بعض أنشطة الشباب في الفلاحة. نعم هنا قالوا لنا استخرجوا من الصورة واحد، هي هذه الإنجاز الذي قام به جلالة الملك. هو عندنا تدشين، إذا تدشين انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، استراتيجية الجيل الأخضر، استراتيجية الجيل الأخضر نعم. أعرف هذه الاستراتيجية، ها هي استراتيجية الجيل الأخضر، خطة جديدة أعلن الملك محمد السادس عن إطلاقها في 13 فبراير 2020 تحت اسم الجيل الأخضر 2020-2030 لدعم مقاولات الشباب وإشراكهم في تنمية الفلاحة بالمغرب. نعم حنا عرفنا، أتعرف بعض الأنشطة التي يقوم بها هادو هما الشباب. إذا كاينة الجني، جني أو حصاد طبعا، حصاد ديال المحصول الجني. كاينه طبعا لاحظوا هنايا الرش، الرش لا ولا رشو بالمبيدات طبعا، يعني هنا انشطه تتعلق فلاحيه نعم.
هنا هنا نعم بعض نتبنى سلوكات إيجابية وحلول صديقة للبيئة. الطفل هذا التنقل المستدام، يعني استعمال دراجة هوائية، إذا عدم تأثير سلبي على البيئة، ترشيد استعمال الماء، يعني نعم عدم الترشيح هذه مهمة، هذه السلوكات الإيجابية، وعملية التشجير، نعم عملية التشجير فهي مهمة طبعا للحفاظ على الثروة. إذا هنا قال لك أتعرف ألاحظ واحد، أتعرف موضوع الذي يمثله كل واحدة، الولاية، التنقل المستدام يعني استعمال الدراجات، ترشيد استعمال الماء، نعم حفاظ الماء، ثم عملية التشجير. أصف السلوك الإيجابي الذي ينبغي القيام به للحفاظ على بيئة بالنسبة للهواء والماء والغابة. إذا بالنسبة للهواء، استعمال دراجات طبعا عادية، عدم استعمال طبعا حتى لا يدوت الهواء. ثم بالنسبة للماء، ترشيد استعمال الماء. وبالنسبة للغابة يعني عملية التشجير طبعا، ومهمة بزاف هذه عملية التشجير للحفاظ على الغابة وتجديد ديال الغابة. اذكر سلوكات أخرى إيجابية أخرى غير المتاحة في الصورة ينبغي القيام بها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للماء وطبعا الغابة والهواء. طبعا سأضعها في علبة الوصف السؤال هذا. نمر إلى قوم تعلمات. إذا هنا عندنا أشرح المصطلحات التالية: التلوث، الجفاف، التصحر. نعطيكم واحد التعريف خو ما كتبش واضح حيت غنقراه بشوية. التلوث ارتفاع كمية المواد بأشكالها الغازية أو السائلة، نعم أو السائلة هنا الهمزة، أو الصلبة، نعم ذات التأثير السلبي على البيئة أو الكائنات الحية. هذا التعريف هنحطه لكم في علبة الوصف، واضح عندي. إذا أعيد: التلوث ارتفاع كمية المواد بأشكالها الغازية أو السائلة أو الصلبة ذات التأثير السلبي على البيئة أو الكائنات الحية. الجفاف ندرة الأمطار أو المياه وانعدامها تماما، ندرة الأمطار وانعدامها تماما. التصحر هو امتداد المناظر الصحراوية في مناطق شاسعة، في مناطق شاسعة، شاسعة كيفاش تكتب شاسعة. إذا امتداد المناظر الصحراوية في مناطق شاسعة. عندنا هنا قال لك عندنا المشاكل اللي عندنا البيئية، التلوث، التصحر، نقص نحفظوهم، ها بعض الآثار ديالهم. إذا بالنسبة للتلوث، تسمم الهواء، التأثير السلبي على البيئة، على الكائنات الحية، تصحر، زحف الرمال، اتساع الأراضي القاحلة، اختناق النباتات، هالأثر ديالها مهم، اختناق النباتات، قلة طبعا المياه، نقص الماء يؤدي إلى توحل السدود، يولي في واحد الغيص، تقلص المياه الجوفية، تلوثها، تراجع الإنتاج الزراعي، طبعا كذلك هو الغطاء النباتي، تراجع الغطاء النباتي. والغطاء النباتي. طبعا هذه الإجابات سأضعها في علبة الوصف واضحة جلية إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.